ايه اهم التشريعات اللي حضرتك تفكر فيها حتى نستقطب الانتاج السينمائي العالمي لمصر، كي يعني نمنحهم هذه الاماكن المفتوحه للتصوير؟ ايه؟ انا فاكر الدكتور كمال الجنزوري في اخر التسعينيات لما اصدر بعض القرارات الخاصه بتنشيط بعض الصناعات، وكان منها صناعه السينما. وهذه القرارات ادت بالفعل حركة ازدهار كبيرة في صناعة السينما وقتها، لأنه أولا ابتدى يشجع بناء دور عرض، لأن كان دور العرض وصلت لمرحلة متردية جدا، صوت وصورة، وبقت لا تصلح للعرض الأفلام. فابتدى يبقى فيه تشجيع لبناء دور عرض، وعمل تسهيلات وعمل إعفاءات لبناء دور العرض. طب لماذا لا نرى في مصر مع هذه محتاجين ان ده يتجدد، ان دور العرض يبقى فيه اهتمام ببناء دور عرض، لان دور العرض عددها عندنا في مصر للاسف محزن جدا، وفي محافظات ليست بها دور عرض واحده، معظم المحافظات يعني ما فيهاش دور عرض، او دور عرض قديمه يعني حالتها صعبه. فاحنا محتاجين عدد كبير جدا من دور العرض، لان عدد السكان تضاعف عده مرات، ودور العرض بتتقلص في نفس الوقت. طب يعني عندي سؤال يعني في هذا الموضوع، لو انا كمنتج سينمائي وانا ما عنديش دور عرض في بلدي، طيب انا هنتج ليه اصلا؟ يعني من اين ساتي بدخل من هذا الفيلم؟ بالظبط، لانه فدور العرض فعلا مهمه جدا. بالظبط، لانه احنا بنتكلم لو انا خدت دور العرض كلها في مصر، والفيلم بتاعي يعني فيلم يعني كل الناس عايزه تشوفه، وخدت دور العرض كلها في مصر، هاخد لي 200 شاشه مثلا، مش ممكن ما يكفوش عشان يغطوا تكلفه الفيلم. لو انا الفيلم بتاعي ده متكلف 50 70 100 مليون جنيه، ممكن ما اقدرش اغطيهم من عدد دور العرض. ده انا محتاج ل 2000 شاشه عشان اقدر اغطي تكلفه الفيلم دي. واحنا بنشوف الافلام بتعرض في بعض البلاد الاخرى على 5000 شاشه وحاجات كده. طب في موضوع دور العرض على سبيل التحديد، وزاره الثقافه بتقول ان هي مسؤوله عن فن السينما، لكن وزاره التنميه المحليه هي المسؤوله عن توفير الاراضي التي يقام عليها دار عرض. وزاره الماليه بتقول يعني التمويل محدود، مين المسؤول؟ الاراده، و انه يبقى في كيان مسؤول عن صناعه السينما في مصر، بيضم مسؤولين او ممثلين لكل هذه الجهات. يعني انا اقترحت ده في عده مقالات، يعني ان لازم يبقى في كيان بيضم كل المعنيين بصناعه السينما في مصر، من وزاره الثقافه لغرفة صناعة السينما، للنقابات، لوزارة الداخلية، لوزارة الآثار، لوزارة السياحة، للتنمية المحلية، للجمارك والضرائب، كل الجهات اللي هي معنية بصناعة السينما تبقى ممثلة داخل هذا الكيان، علشان يتحط تشريعات ويتحط تصور وخطة لعمل طفرة وعمل قفزة في صناعة السينما في خلال نقول مثلا 10 سنين. فتبقى كل الكيانات دي بتكمل بعض، ومش لما حد ياخد قرار من هنا التانيين يعطلوه من الناحيه الثانيه. لا، ده هو ده 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 كلهم مشاركين في تنفيذ هذه الخطه. فده لازم يبقى موجود.